باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح المزمور 122، وهو ترنيمة من ترانيم المصاعد وهم رايحين إلى الهيكل في العهد القديم، كانوا يرتلون بهذا المزمور، معظمنا حفظه. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، تقف أرجلنا في أبوابك يا أورشليم، أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها، حيث صعدت الأسباط، أسباط الرب شهادة لإسرائيل، ليحمدوا اسم الرب، لأن هناك استوت الكراسي للقضاء كراسي بيت داود. اسألوا سلامة أورشليم ليسترح محبوك، ليكن سلام في أبراجك، راحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام بك، من أجل بيت الرب إلهنا ألتمس لك خيرا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. نشكر الله خلال هذا الأسبوع حضرنا اجتماع مؤسسة برو أورينتا. مؤسسة برو أورينتا مؤسسة موجودة في فيينا، أنشأها كاردينال كاثوليكي اسمه كاردينال كوينج، أنشأها عام 1964، وأنشأها بهدف أن الكنيسة الكاثوليكية تريد أن تفهم وأن تعرف ما هي الكنائس الأرثوذكسية، فسميت برو أورينتا. برو يعني نحو، وأورينتا يعني الشرق، نحو الشرق. والمؤسسة دي زارها البابا شنودة عام 1971 في سبتمبر قبل أن يصير بطريرك، ومن وقتها أباء في الكنيسة، أباء مطارنا وأساقفة وكهنة وشمامسة وأساتذة لاهوت بيحضروا الاجتماعات اللي بتعملها هذه المؤسسة. هي تريد أن تصنع جسرا بين الشرق والغرب. السنة دي بتكمل 50 سنة، فباعتبار الكنيسة القبطية من الكنائس الأولى اللي شاركت فيها، حضر غبطة البطريرك المسكوني بارسلماوس الأول اللي هو مقره في القسطنطينية أو اسطنبول، وده يمثل الكنائس الأرثوذكسية الخلقودونية. وحضرت أنا في عن الكنائس الأرثوذكسية الغير خلقودونية. حضر كمان ممثل بابا روما كاردينال كورت كوخ، وحضر كاردينال النمسا الحالي اسمه شون برون. والحقيقة كان مناسبة طيبة. يوم الجمعة استقبلنا رئيس الجمهورية، استقبلنا في القصر بتاعه وتناولنا الغذاء معه، كان حديث طيب خالص مع المسؤولين هناك. ويوم السبت كان الاحتفال في الجامعة، جامعة فيينا، كان في الكنيسة أولا صلاة وتعبير عن الروح المتبادلة، كلنا ولعنا شمعة واحدة. وبعد كده كان الكلمات اللي ألقيت، أنا ألقيت كلمة عن الكنيسة القبطية، وغبطة البطريرك بارسلماوس أيضا ألقى كلمة، ورئيس الهيئة اسمه دكتور مارتا ألقى كلمة، وممثل بابا روما وكاردينال النمسا وأستاذ من أساتذة جامعة فيينا. اللقاءات المسكونية لقاءات طيبة وتساهم وتساعد في فهم التاريخ واللاهوت في كل كنيسة. اللقاء ده هو كان لمجرد اليومين دول، جمعة والسبت، ويوم الحد كان في فرصة أدشن كنيسة على بعد 350 كيلو من فيينا، ورجعنا بنعمة المسيح يوم الاثنين. تمثيل ووجود الكنيسة القبطية أو الكنيسة المصرية، أو يعني بنسميها كده Church of Egypt،
كنيسة مصر، وجودها في كل الاجتماعات اللي ذات قيمة ما بين الكنائس على مستوى العالم وجود مهم، خاصة ونحن من أقدم كنائس العالم وعندنا خبرة روحية عميقة، وكنيستنا تأسست بواسطة أحد رسل ربنا يسوع المسيح، فكنيسة لها مقدارها ووزنها في اجتماعات العالم كله. والمشاركة ده هي بتبقى فرصة طيبة ان كل واحد يعرف ويفهم ويعرف كنيستنا ويعرف تاريخها وروحانيتها ولاهوتها والعمل الروحي اللي بيتم فيها بنعمة المسيح. الأسبوع اللي فات كلمتكم عن مهابة الكنيسة وكرامتها، أو كرامة الكنيسة ومهابتها كجزء أول. عايز أكمل وياكم في هذا الموضوع. الكنيسة قطعة من السماء وليست مؤسسة من الأرض. الكنيسة تتمثل فيها السماء، ولذلك لها مكانة ولها مهابة. كلمتك الأسبوع اللي فات عن أن الكنيسة احتياج كياني للإنسان، والكنيسة هي حضور دائم للمسيح، وأن الكنيسة نافذة على الأبدية. النهاردة عايز أكلمك عن مصادر مهابة الكنيسة عشان نعرفها كلنا ونبقى فاهمين وعارفين ماذا تمثل الكنيسة بالنسبة لنا. كرامة الكنيسة أولا من كرامة الكلمة المقدسة التي تقال فيها. لما بنقرأ الإنجيل زي ما قريته دلوقتي، أو لما القراءات النظامية في الصلوات في القداسات العشيات في رفع بخور باكر، قنوات القراءات المنظمة، الإنجيل المقدس يعطي الكرامة والمهابة. نسمع كده الشماس: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. قفوا بخوف أمام الله. فالكلمة المقدسة التي تقال في الكنيسة تعطي مهابة وتعطي كرامة. وزي ما بنقرأ في الكتاب: وجدت كلامك فأكلته، وجدت كلامك على المنجلية، المنجلية اللي هي محل الإنجيل اللي بتبقى موجودة قدامنا، وجدت كلامك فأكلته. وطبعا فعل الأكل كلنا فاهمين فعل الأكل ده، وقمته للإنسان. ولكن وجدت كلامك فأكلته على المذبح، أكلته في سر الإفخارستيا. وده نفس التعبير اللي بنقوله: اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك. ولذلك الكلمة التي تقال في الكنيسة هي تجعل مهابة. لو واحد عمل أي شكل من أشكال الضوضاء أو أي شكل من أشكال التشتيت تعتبر خطية، خطية للإنسان، لأن الكلمة المقدسة التي تقال سواء على المنجلية أو تقال تفسيرا لها في العظة هي رسائل إلهية مباشرة لك، رسالة. هو أنت جاي الكنيسة مجرد تحضر كده؟ ده أنت جاي، وزي ما بيقول هنا: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، لأني لما هروح بيت ربنا هسمع رسالة الله إلي. ده سبب الفرح. أنت جاي تتلقى رسائل خاصة المسيح يرسلها إليك في كل مناسبة. ولذلك المصدر الأول في الكنيسة
هو كرامة الكلمة وقدسيتها. الكلمة التي تقال، لا يصح في الكنيسة أن نقول أي كلمة، مش أي كلمة تتقال. فالكنيسة في الأساس هي محل مقابلتك مع الله، وجدت الكنيسة عشان كده. فأنت بتيجي الكنيسة ومشغول، النهاردة ربنا بعت لي رسالة إيه، عايز يقول لي إيه، عايز يوجهني في إيه، عايز يلفت نظري لإيه. قد ينبهك إلى خطية، وقد ينبهك إلى فضيلة، وقد يرشدك إلى طريق تسلكه، وقد يرفع عنك ضيقا أو هما في قلبك برسالة تعزية، أو يعطيك حكمة فيستنير ذهنك فتستطيع أن تتدبر أمورك. ممكن الحاجات دي كلها وغيرها. شيء مهم جدا يا إخوتي الأحباء، إنك تلتفت وبشدة إلى القراءات الكنسية اللي بتتقال جوه الكنيسة. الله يزخر لك فيها كنوزا جددا وعتقاء. وتاريخ الكنيسة مليان بقد إيه إن عبارات قصيرة اتقالت ضمن القراءات الكنسية فأثرت في أشخاص زي القديس أنبا أنطونيوس وزي القديس أغسطينوس وغيرهم كثير. كرامة الكلمة المقدسة دي نمرة واحد. نمرة اتنين في الكنيسة كرامة الكهنوت. الكهنوت سر من أسرار الكنيسة السبعة، ويمكن أن نسميه سر الإبوة. سر الإبوة، عشان كده اللي بيخدمنا بنسميه أبونا. ويمكن أكتر كلمة بنستخدمها في حياتنا وعلاقتنا بالكنيسة هي كلمة أبونا. أنا هقابل أبونا النهاردة، أبونا اللي أعطانا الاجتماع، هو اللي شرح لنا، أنا ليا معاد ويا أب اعترافي إلى آخره. الكاهن إن سلك بأمانة وفي مخافة الله فيصير صوتا لله في خدمته. إن حافظ على الأمانة وأمانة الكهنوت وما تعهد به. عشان كده بنقول كلمة الإكليروس. إكليروس معناها نصيب الله، اللي بيشمل الشماس والكاهن والأسقف. نصيب الله دول الشماس الكامل طبعا، المخصصين لله، نصيب الله إكليروس. فالكنيسة هي الموضع الذي يمارس فيه الكاهن عمله. هو يقيم الصلوات، يقيم الأسرار، الإفخارستيا، المعمودية، صلوات سر الزيجة، كل الصلوات، الاعترافات. هو يتمم الأسرار. عشان كده الكنيسة كرامتها في الكاهن الذي عندما يرتدي الثوب الأسود الذي يميزه ككاهن كأنه صار حاملا للكنيسة كلها. وصار كل إنسان في رعيته هو مسؤول عنه، ومسؤول عن وجوده ونصيبه في السماء. ولذلك هي مسؤولية غاية في الخطورة. نسمع عن القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة أنه هرب من الكهنوت، هرب من الكهنوت اللي أسس نظام رهبنة وحياة الشركة، هرب من أنه يصير كاهنة. ونسمع عن القديس يوحنا ذهبي الفم الذي حمل لقب فم الذهب
في التاريخ كله انه هو كاهن كان له صديق اسمه باسيليوس، وهما الاثنين رشحوا للكهنوت، ونسمع ان يوحنا هرب، ونسمع ان يوحنا سجل كتابا رائعا في الكهنوت. وقد ايه هذه الكرامة لهذا الانسان الذي يحملها، وان الله يأتمنه على كنيسته وعلى شعبه وعلى رعيته. فكرامة الكنيسة ليست في مبانيها ولكن في الكاهن. عشان كده لما نيجي نعمل كنيسة مش المهم المبنى، المهم الكاهن اللي يخدمه. المبنى ده يقدر عليه أي حد، لكن من يستطيع أن يتقدم ويقول ها أنا ذا يا رب، ها أنا ذا أخدمك، ها أنا ذا أعيش في أمانتك في مخافتك، ها أنا ذا ألتفت وأحرص على نفسي إلى آخر يوم في حياتي. كرامة الكهنوت، الأبوة. الكاهن ليس رئيس وليس مدير، والكاهن ليس إنسانا بعيدا عن شعبه وليس إنسانا مترفعا. الكاهن في الأساس هو أب، والأبوة تحمل في معانيها كل المعاني السامية. فالإنسان احتياجه الأصلي والأساسي إلى أب. تصوروا كده الإنسان من غير أب يبقى شكله إيه؟ لا أتكلم عن الأبوة الجسدية، ولكن أتكلم عن الأبوة في مفهومها الواسع. فكرامة الكهنوت هي كرامة الأبوة. وعندما تسمو الأبوة في حياة الكاهن الذي تفرزه الكنيسة لكي ما يخدم، إنما يسمو أيضا الكهنوت. وطبعا أنا مش عايز أتأمل وياكم في ملابس الكاهن ولا في اللون الأسود اللي بيرتديه وارتباطه بالأرض، بالأرض الزراعية أو طمي النيل، مش عايز أتكلم في دي. لكن وجود الكاهن، كرامة الكهنوت تعلو بعلو الأبوة التي فيه. كاهن من غير أبوة يبقى يحمل اللقب ولا يحمل فاعلية اللقب. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة في كرامة الكنيسة ومهابتها، كرامة التقليد. عندنا تقاليد، كنيستنا بنقول عليها تراديشنال، كنيسة تقليدية. كنيسة تقليدية يعني فيها تقاليد مسلمة شفوياً وتعيش ويانا لغاية النهاردة ونسلمها لأولادنا. هديكم مثال بسيط. مفيش آية في الإنجيل بتقول لما تيجي ترشم الصليب حط إيدك كده فوق وبعد نزلها وبعد هاتها شمال وديها يمين. مفيش آية بتقول كده. ولكن كلكم بتعلموا أولادكم وهم صغيرين جدا يلا حبيبي نرشم الصليب، ويبتدي ويغلط مرة يقول باسم الأب والابن وينسى الروح القدس، وانت تفضل وياه شوية بشوية لغاية ما يجيد هذا التقليد في رشم الصليب. والتقاليد في كنيستنا تقاليد معتبرة ومسلمة من جيل إلى جيل، وفي هذه التقاليد تدخل أمور كثيرة. فمثلاً العقيدة تسلمناها من الآباء نصوصا وشروحا وتفسيرا من جيل لجيل. النهاردة نفتح كده ما كتب القديس أثناسيوس الرسولي مثلا عشان نتعلم منه. لما
يضع كتاب تجسد الكلمة بنتعلم منه لغاية النهاردة، أو ضد الوثنيين نتعلم منه لغاية النهاردة، ده من القرن الرابع الميلادي. التقليد يحفظ العقيدة، وفي التقاليد أيضا نستلم الطقوس، الطقس، الطقس اللي بنعيشه جوه الكنيسة، والطقس ده اللي بيدرسه بروحانية وبفهم يجدوا عمل رائع يشرح حياتنا المسيحية بكل تفاصيلها. زي ما قلت لكم في مرة من المرات، من التقاليد في كنيستنا ان يقعد الرجال كده والنساء كده، تقليد. ولو قرينا المزمور 45، فاض قلبي بكلام صالح، جلست الملكة عن يمين الملك. فكأن جلستنا بنطبق فيها هذه الكلمات. الطقس أو الطقوس والروحانية التي فيها، وتلازم الطقس مع الكلمات. مثلا في التقاليد اللي احنا بنمارسها في كنيستنا، تقليد قبلة السلامة. قبلة السلامة يعني لما بيقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، بنمارس هذا التقليد، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، ونمارسه من خلال اليد، تقليد. ونعبر عن سلامنا ومصالحتي لكل إنسان، وكأني بحركة بسيطة جدا طقسية أعلن أنه ليس في قلبي خصام لأحد. في التقاليد أيضا أن كنائسنا تكون تجاه الشرق، تقليد. ومن الشرق ننتظر مجيء المسيح، ولما الكاهن يصرخ ويقول أين هي قلوبكم، نقول له هي عند الرب، قلبي ساكن فوق. صح أنا موجود على الأرض وقاعد على الأرض وواقف، لكن قلبي عند ربنا، فكري، عقلي. هذه التقاليد، طبعا التقاليد دي بحرها واسع جدا وبتدرس في الكليات اللاهوتية، لكن كرامة الكنيسة ومهابتها في كرامة التقاليد اللي بنعيشها. وبقى التقليد لبسنا كده، طريقة القداس كده، المعمودية كده، سر الزيجة كده، إلى آخر الطقوس والتقاليد اللي بنعيش بيها. نمرة 4، كرامة المكان، المكان نفسه، الموضع. طبعا الكنيسة مكان مدشن بالميرون، والميرون ده سر تخصيص أو سر تقديس أو تكريس، فيصير المكان مدشن، بندشن أيقوناته فضلا عن تدشين مذابحه، فصار المكان مكان مقدس فعلا. في بعض الطوائف المسيحية لما بيجوا يبنوا كنيسة جديدة، يقوموا يروحوا لأقدم كنيسة وياخدوا منها حتة صغيرة، حتة كده طوبة صغيرة أو، ويحطوها في حجر الأساس الكنيسة الجديدة. في أي حتة ياخدوا القطعة الصغيرة دي ويحطوها، فهيبنوا كنيسة مثلا خارج بلادهم يحطوها هناك. وإحنا لما بنيجي نبني كنيسة في حجر الأساس، بنحط صندوق خشب، وبنحط الصندوق ده فيه إنجيل وصليب وعملات معدنية وورقية، وبنحط فيه جرايد اليوم، صحف اليوم عشان تبقى معروفة، وإن كانت الكنيسة دي في إبرشية بنحط صورة الأب الأسقف اللي في الإبرشية، وصورة بطرك الزمان ده، وصورة الحاكم المدني اللي موجود
للتاريخ للزمن. وفي صلوات وضع حجر الأساس عمل، فيصير المكان مدشنا ويصير المكان مقدسا. ونسمي الكنيسة زي ما قلنا الأسبوع اللي فات مسكن الملائكة والقديسين. ونقول هنا في المزمور اللي قريته: ليكن سلام في أبراجك، أبراجك يعني زي المنارات، راحة في قصورك. الكنيسة دي زي قصر، قصر، القصر للملك والكنيسة لملك الملوك. وللسبب بنقول اسم الرب برج حصين. وزي ما قريت في المزمور: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، بيت ربنا. فكرامة المكان. وحاجة جميلة جدا لما نيجي نبني كنيسة، ولو جه واحد قال أنا هبني كنيسة لوحدي، نقول له لأ، ده لازم الكنيسة نشارك فيها كلنا عشان تصير كل طوبة الإنسان ينتمي إليها. وده يفرح ربنا كتير أن الجميع يشترك. الله لا ينظر للقليل أو الكثير، الله يستطيع أن يجعل القليل كثيرا ومباركا، لكن الله ينظر للروح اللي بيشارك بيها الإنسان في هذا العمل. كرامة المكان. نمرة خمسة: كرامة الزمان. الكنيسة لا تدشن بالميرون فقط، ولكنها أيضا تدشن بالصلاة، بالصلوات. لما بنصلي الصلوات دي مش بتروح في الهوى، الصلوات تقدس المكان والزمان. يقول كده: محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. طول النهار، النهار ده زمان. فكرامة الزمان. عشان كده من الحاجات الجيدة جدا ان ولادنا باستمرار يعرفوا تاريخ الكنيسة اللي هم منتمين فيها. ما اقصدش الكنيسة القبطية بصفة عامة، لكن اقصد الكنيسة المحلية. عشان كده لما كنيسة بتحتفل بمرور 25 سنة او 50 سنة او 100 سنة على انشائها، بيبقى شيء مهم جدا ان تعرف الاجيال ان سبقهم اجيال واجيال واجيال تعبت لغاية ما وجدت هذه الكنيسة او بنيت. ولما نقول الكنيسة دي عمرها 50 سنة، كم قداس اتعمل فيها، وكم صلاة اقيمت فيها، وكم لحن اترتل فيها، وكم عظة القيت فيها. كل هذا يا إخوتي يدشن الزمان. فما يبقاش عمرها 50 سنة في الزمن بس كده، ده 50 سنة مقدسة. مثلا نلاقي في الكنيسة الدورات الزمنية، نلاقي مثلا طول اليوم في أجبية بنصليها. عشان كده بنحرص دايما احنا نصلي المزامير. في أبصالمودية بنقدم منها التسابيح، وبنقدم منها الألحان والمدايح. وفي سنكسار بنقرأ منه سير قديسين عبر الزمن. ما احناش لوحدنا، احنا مرتبطين بأجيال سبقتنا براحة السماء. وكمان جوه الكنيسة يقولك النهاردة قداس متأخر. ليه؟ أصل النهاردة الأربعاء، النهاردة صوم. ما هو كل ده في الزمن. طب يوم الخميس يقولك لا، الخميس مختلف عن الأربعاء. الجمعة صوم أيضا. يوم الحد ده مش ممكن نعمل فيه قداس متأخر، يوم الرب. وهذا هو اليوم الذي صنعه الرب. ودايما كل يوم حد يمثل القيامة المجيدة، زي صلاة باكر في
الأجبية تمثل القيامة التي كانت فجرا. ده الكنيسة كمان مش بتسيبنا كده عشان تبارك الزمان، تقول لنا كل يوم 12 في الشهر القبطي في عيد للملاك ميخائيل، وكل يوم 21 في الشهر القبطي عيد لأمنا العذراء مريم، وكل يوم 29 نحتفل بتذكارات البشارة والميلاد والقيامة، ويتكرر شهر قبطي لشهر قبطي. وبعدين تلاقي الكنيسة بقى عبر السنة الكنسية السنة القبطية تلاقي متقسم فيها أيام أصوام وأيام أعياد وأيام مواسم معينة، وأصوام طويلة وأصوام قصيرة، وأعياد بنحتفل بها يوم أو ثلاثة أيام، أو عيد نحتفل به 50 يوم زي عيد القيامة، وبعض الأعياد متكررة. نظام كل هذا من أجل تقديس الزمان اللي احنا بنعيش فيه. فالكنيسة، شوف كم مرة الكنيسة عيدت بعيد، سواء أعياد سيدية أو أعياد القديسين والملائكة، كم مرة، كم مرة الصلوات التي أقيمت فيها. الخلاصة أن الكنيسة تأخذ كرامتها ومهابتها، ودي عناوين رئيسية، من كرامة الكلمة المقدسة الإنجيل، وكرامة الكهنوت الأبوة، وكرامة التقاليد المسلمة، وكرامة المكان الموضع، وكرامة الزمان. بعض مظاهر المهابة، مهابة الكنيسة عشان نعيشها ولازم نلتفت إليها ولازم نحافظ عليها. أول مظهر، مظهر الصمت والخشوع. أحد مظاهر المهابة هو الصمت، والإنسان عندما يدخل إلى الكنيسة بوقار. صح إحنا أولادنا واخدين على الكنيسة، وأحيان يجروا فيها، وأحيان صوتنا يعلى، لكن كل هذه الأمور لا تليق بالكنيسة. أما ما يليق ببيت الله فهو الصمت، والصمت نوع من التركيز، والصمت أبلغ من الكلام. حتى في صلواتنا بتجدوا فترات صامتة، الكاهن يصمت والشمامسة والشعب. والخشوع، الإحساس بالمهابة، ده مظهر. مظهر تاني بيبان في إضاءة الشموع والإضاءات الهادئة جوه الكنيسة. النور، نور الكهرباء بيشتت العقل، وأحيان النور الكهرباء إنه يطلع حرارة أكتر ما يطلع إضاءة، ودي عايزة حكمة في توزيع الإضاءة في أي كنيسة. يعني لا تليق الكشافات الكبيرة في ساعة العبادة، لأن الأصل في الإضاءة هي مجرد الشمعة البسيطة خالص. وبعض الكنائس في العالم حتى هذا اليوم لا تستعمل إلا الشموع أو الأناديل. مظهر. مظهر آخر، الحركة الساكنة. الحركة الساكنة يعني سنه هو بيتحرك في الكنيسة لازم يعرف ان هو مش في مكان عادي او مكان زي نادي او مدرج، مش كده. الكنيسة تحتاج حركة هادئة تماما. عدم الانشغال، استخدام الاشارة لما عاوز حاجة من شخص، من شماس، او انت وانت جالس في مكانك. كل ما تقلل كلامك كل ما قلبك يتصل بالله أكثر، عشان تاخد نعمة وجودك وحضورك، والكنيسة يبقى في كرامتها محفوظة. أيضا الملابس الملائمة.
بعض كنائس العالم حتى هذا اليوم شعبها يحضر الكنيسة بلبس واحد، الرجال بلبس معين والنساء بلبس ولون واحد، غالبا لون الأبيض بعض الكنائس. وده أمر جيد، زي بالظبط ما يجي الشماس والكاهن يخدم بيلبس تونيا البيض. احنا يمكن ده ما يكونش مناسب لينا، لكن يكون مناسب لينا وقار اللبس، وقار اللبس بصفة عامة. ولازم أفرق ما بين حضوري في كنيسة في أي مناسبة، في قداس، ما القداس سر، سر إفخارستي، وفي إكليل هو سر، سر زيك، وفي معمودية هو سر المعمودية، على قدم المساواة. ازاي ملابسنا تعبر عما في قلوبنا؟ طبعا اللبس ده حاجة شخصية ما اقدرش اتكلم فيها، لكن الملابس يجب ان تعبر عن نقاوة القلب. كنيسة لها وضع، وشيء طبيعي انك لما تروح اي مكان تاني يبقى له الملابس المناسبة له. يعني مثلا واحد رايح يوم فسحة بيبقى لها طبيعة لبس، رايح مناسبة رسمية لها طبيعة أخرى، وهكذا. الكنيسة عندما تأتي، اعلم أيها الحبيب وأيتها الابنة المباركة أنك تأتي لكيما تقابل شخص المسيح شخصيا. أنت مش جاي عشان تشوف أصحابك، ده أنت تراك الملائكة والعيون القديسين تنظر إليك والكل شايفك. ولذلك منتهى الوقار ومنتهى الحشمة في ملابسنا، في شكلنا، في حضورنا بصفة عامة. وأنا لا أقصد بهذا الكلام النساء فقط بصفة عامة، للرجال وللنساء أيضا. من الأمور التي تظهر فيها المهابة السجدات، المطانيات اللي بنقدمها قدام القديسين، أو في أماكننا وإحنا واقفين، أو بنركع، أو بنسجد بأي صورة من الصور. ده نوع من الوقار، نوع من المهابة. ما هو لو أنت تخيلت وأنت خارج دلوقتي قابلت شخص المسيح هتعمل إيه؟ السيد المسيح حارب شكلية العبادة، وحارب الرياء، وطرد باعة الحمام، وكل المظاهر الفريسية كانت لا تسر قلب المسيح. بيتي بيت الصلاة يدعى، الكنيسة موضع صلاة فقط. وده أمر مهم جدا لينا. لما حضرتك بتزور دير من أديورتنا العظيمة واللي لها تاريخ قرون، وتزور الدير وتخش كنيسة الدير كده في هدوء وما يكونش فيه الرحلات والزحمة، تشعر بحضور قوي لروح الله في المكان، وتشعر بمهابة وبهذا الخشوع، وتشعر انك في حتة مش في العالم، انت في قطعة سماوية بالحقيقة. عشان كده احرصوا وانت جاي الكنيسة وانت بتعلم ولادك ان الكنيسة بيتي بيت الصلاة يدعى، مش لحاجة تانية خالص. وهتحضر الصلوات اللي تحضرها، تقعد ساعة اتنين تلاتة حسب مناسبتها، بعد كده اعمل زي ما انت عايز، اتكلم، اعرض المشكلة بتاعتك، الموضوع بتاعك. لكن الكنيسة بيتي بيت الصلاة يدعى، قالها السيد المسيح كده. ولما قال على هذه الصخرة أبني كنيستي بصيغة الملكية زي ما قلت الأسبوع اللي فات، قال برضو بصيغة الملكية بيتي بيت الصلاة يدعى، وربطوا الاثنين ببعض. هذه مظاهر المهابة، ويبقى خارج من البيت وبتقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وفي الآخر يقول كده
اسألوا سلامة أورشليم. يعني الواحد بيجي الكنيسة علشان ينال هذه السلامة، ليسترح محبوك. بيحبوا بيت ربنا دول لما بيجي الكنيسة بينال شحنة روحية، شحنة سلام. ليكن سلام في أبراجك، راحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لا يقولن سلام بك. من أجل بيت الرب إلى هنا ألتمس لك خيرا. بيتأمل باعتباره عاشق لبيت الله داود النبي. دي مهابة الكنيسة وكرامتها ومصادرها. وإذا أراد ربنا وعشنا الأسبوع الجاي نكمل جزئية أخرى. احنا النهاردة بنرحب ببعض الضيوف معانا من فرنسا واستراليا وكاليفورنيا وبرايتون بانجلترا. اهلا وسهلا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. امين. هللويا. بأيام لماتي كان كاي كاستوسيون استونيون.